وصلنا إلى قلب منطقة أبواب الحديد كأول قناة تلفزيونية تصل إلى هذا المكان. تقدمت قوات الجيش الوطني خلال الأسبوع المنصرم وسيطرت على مساحات كبيرة، وأهم هذه المناطق التي تم السيطرة عليها هي منطقة أبواب الحديد، حيث أقف الآن معي هنا أحد ضباط اللواء الخامس حرس حدود الملازم أول شايف حميد، يطلعنا على آخر المسجدات. حياكم الله وأهلا وسهلا بقناة يمن شباب لتغطيتها لهجمات ولتغطيتها تحرير اليمن، وتم بحمد الله دخول أبواب الحديد ودحر الحوثة من هنا، وكان هذا يعتبر من أهم المنافذ التي تحيط بمحافظة صعدة وتعتبر من الخطوط الدولية المهمة جدا لدى اليمن، وتم دحر الحوثة من هنا وانتكاستهم. هذه ليست الأولى وليست الأخيرة، وإن شاء الله سنواصل الزحف عليهم حتى نصل إلى مران بإذن الله. شكرا جزيلا. إذن هذا يعتبر من أهم المنافذ لمحافظة صعدة بشكل عام، ولمنطقة أيضا آل صبحان التي كانت تتحصن بها ميليشيا الحوثي بشكل خاص، حيث تم قطع خطوط الإمداد وهلاك كل من كان متبقي ومتواجد داخل منطقة آل صبحان. هذه المنطقة يعرفها أبناء محافظة صعدة، هنا كانت تتواجد نقطة لعناصر الميليشيا. الميليشيا حاولت إعاقة تقدم الجيش الوطني ووصولها إلى هذا المكان بزراعة عشرات بل مئات العبوات المفخخات على الخط الدولي، لكن قوات الجيش الوطني والفرق الهندسية استطاعت التغلب على كل تلك العوائق وسيطرت على هذا المكان. المعارك تدور بالقرب منا هنا بعد منطقة أبواب الحديد، تسمى منطقة محديدة ثم منطقة آل الزماح ثم قلب مركز مديرية باقم، وهو الهدف القادم لقوات الجيش الوطني. العمليات مستمرة من أكثر من محور لتحرير مركز مديرية باقم، لتكون بذلك أول مديرية من محافظة صعدة محررة بالكامل. أسامة فراج من مديرية باقم، يمن شباب، صعدة.